سيد سامر. ربما الجميع الآن يتساءل يا سيد سامر، كسرت إسرائيل فكرة الهدنة، عادت إلى استمرارها في عدوانها وحربها على القطاع. اليوم الخسائر ضخمة، يعني في أول يوم نتحدث عن أكثر من 120 تقريبا شهيد أو ربما يزيد، الأعداد يعني مفجعة حتى في الساعات الأول. هذا المسار ما نهايته؟ صباح الخير، تحياتي لكم. أهلا. المسار نهايته طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بهذا الخداع للعالم وهذا الخداع لكل من يتابع في التواطؤ الكبير مع دولة الاحتلال، وطالما تعطيها هذا الغطاء دولة الاحتلال تذهب بعيدا في هذا التوجه. نعلم تماما أن التهدئة التي حصلت لم تكن تعجب نتنياهو وغيرانت ومن معه في هذه الحكومة الفاشية، ولكن أرغم عليها تحت الضغوطات المختلفة من الداخل والخارج والتغير المزاج الدولي. ولكن طيلة فترة التهدئة كان هناك محاولات من التنصل منها، محاولات للالتفاف حولها من اليوم الثاني لهذه التهدئة، والكذب والخداع أيضا من دولة الاحتلال، والحديث المتواصل عن التحضير الحربي والتحضير للاستمرار في العمليات العسكرية، حتى أن قبل يومين كان هناك يعني إعلان من الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان وضع الخطط النهائية لاقتحام لعودة الضرب في داخل قطاع غزة. ما شاهدنا أن خلال كل هذه التصريحات خرج بايدن رئيس الأمريكي للقول والولايات المتحدة بشكل عام للقول أننا فقط نطلب من الاحتلال إطلاعنا على الخطط وأن لا تستهدف المدنيين، وأرسل بلينكين وزير خارجيته اجتمع مع المجلس الحربي وأعطى الضوء الأخضر، طلع على ما سيفعل الاحتلال، ولكن خرج فقط بلينكين ليتحدث أننا طلبنا منهم عدم استهداف أو توخي استهداف المدنيين. هذه الكذبة الكبيرة التي كشفت فورا، فعلا اليوم أكثر من 190 شهيدا حسب الأخبار التي تتبارد من داخل قطاع غزة، وبالتالي العودة للهمجية والعودة لاستهداف كل قطاع غزة باتجاه الجنوب باتجاه الوسط باتجاه المواقع المختلفة. إذا العودة إلى مسلسل التهجير ومسلسل الضغط على المواطنين في داخل قطاع غزة. مرة أخرى الولايات المتحدة أعطت الغطاء لكل ذلك، حتى أنها بررت وحملت المسؤولية لحركة حماس أو للمقاومة في قطاع غزة بالمسؤولية. لا أعلم كيف جاءت هذه المسؤولية، ونحن نشاهد منذ الصباح الباكر منذ انتهاء وقت التهدئة السابقة قامت الطائرات بالقصف والمدفعية وكل وسائل القصف، والحديث أيضا الأمريكي الذي تفضلتم عنه في تقريركم عن الأسلحة المطورة منها 2000 منها 100 قنبلة ألقيت منها واحدة من هذه القنابل وقتلت 100 شخص، استشهد على أثرها 100 شخص تزن 2000 رطل. يعني هذا يتضح أن الولايات المتحدة شريكة كاملة للاحتلال في هذه المعركة، وبالتالي طيب. ذهب نتنياهو يعرف تماما، نعم في جملة أخيرة فضل. نتنياهو يعلم تماما أنه في حال وقف واستمرار هذه التهدئة سيخسر على كل المستويات، لذلك هو والطغمة الفاشية في حكومته معه يريدون الذهاب إلى أبعد الحدود في هذه المواجهة. نعم. إذن يا سيد سامر، هل كتب الآن على من يريد أن يواجه إسرائيل أو يفكر في مواجهة إسرائيل أو يرتب لمواجهة إسرائيل أن يواجه أمريكا؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام عندما أوجد هذه الدولة الوظيفية المسمى إسرائيل هي وجدت لخدمة مصالح الغرب والولايات المتحدة، لكن ظهر في هذه الفترة أمران هامان. الأمر الأول، عجز هذه الدولة عن حماية أمنها وعجزها عن أي تصرف دون الدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بمعنى آخر أن أصبحت تتحول إلى عبء، وبالتالي هذا العبء ألقى بذراعه كثيرا على الإدارة الأمريكية، بحيث أن هناك تناقضات في الإدارة الأمريكية في وزارة الخارجية في البنتاغون في وزارة الدفاع، هناك اعتراضات تتعالى الآن حول هذه الحرب، وهناك من يؤيدها بالتأكيد، الكونغرس يريد استصدار
قرار يلزم أي دولة يعني تحصل على المساعدات الأمريكية أن تقبل اللاجئين وتقبل حل اللاجئين، ولكن في المقابل نرى التناقض الداخلي في الولايات المتحدة، ونرى مدى النقمة العالمية التي تنامت إلى أبعد الحدود. لذلك الولايات المتحدة صحيح أنها تحاول إنقاذ دولة الاحتلال وتحاول أن تسير معه، ولكن إلى أي مدى ستسير مع نتنياهو ومع حكومته؟ الولايات المتحدة في النهاية صحيح أنها تستفيد كثيرا، وهناك ارتباط عضوي وشراكة مع الاحتلال، ولكن ليست شراكة مع نتنياهو شخصيا، ولذلك هي تعطيه الفرص مرة والأخرى وتعطيه، ولكن ضمن الضغوطات التي تتوالى على الولايات المتحدة طيب تدريجيا قد يتأثر ذلك كثيرا، والنهاية تكون تضحية بين نتنياهو وحكومته. ولذلك الأمور معلقة الآن حسب الأداء الميداني وحسب قدرة الجيش الإسرائيلي على المواجهة. نعم، بطبيعة الحال يا سيد سامر، يعني فكرة أن حل الدولتين هو الحل الحاضر الغائب منذ اللحظة الأولى في هذه الأزمة، منذ قرار 181، صحيح؟ أعتقد يعني هكذا الحال. نعم، وكذلك ربما حتى أوسلو يعني لم تقترب يعني من مما كان منتظرا ربما، أو يعني لم تستطع أن تقدم ما هو مأمول منها. طيب، بعد كل هذه السنوات الآن هناك دعوات إلى اتباع مسار جديد، وهو الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية المستقلة الكاملة، يعني فكرة الاعتراف الدولي المنتشر الكامل. أرجو أن توضح لنا الآن ولمن يتابعنا هذا الأمر، لماذا لم يتم سابقا؟ نعلم أنه تمت مناقشته، يعني لماذا لم تتم مناقشة يعني تحدياته سابقا، والآن لماذا يتردد يعني؟ نعم، بداية موضوع حل الدولتين الذي يعني استنفذ في النقاش وتبنته منظمة التحرير بشكل خاص، وكان كما ذكرت في بداية اتفاق أوسلو الهدف من الانتهاء من اتفاق أوسلو الذهاب إلى حل الدولتين، وهذا ما يعني ما كانت تسير عليه الأمور، وعدة إدارات أمريكية وعدت بهذا الاتجاه، والمجتمع الدولي ومجلس الأمن حتى بالتوجه إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. ولكن دولة الاحتلال منذ أوسلو وحتى هذه اللحظة حاولت كل الجهد لإلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية على الأرض من حيث قضم الأراضي والاستيطان، كل يعلم ماذا حصل والسيطرة. إذا هي حاولت بكل جهد، الآن يوجد نحو 800 ألف مستوطن في الضفة الفلسطينية، عزلت قطاع غزة عن الضفة، إمكانية التواصل الجغرافي المنصوص عليه أيضا في اتفاقية أوسلو التي نعلم كم أثرت على الشعب الفلسطيني سلبيا بالتأكيد. ولكن الأطروحات الفلسطينية للأسف، وأقول هنا بصراحة، تبعت للأطروحات الإسرائيلية وكانت بإطار رد الفعل على الإجراء الإسرائيلي. دولة الاحتلال منذ العام 1897 منذ مؤتمر بازل الصهيوني كان الهدف إقامة دولة لليهود في فلسطين، كل فلسطين، وذهبت في هذا المشروع تدريجيا منذ تلك الفترة للسيطرة الكاملة على فلسطين. نحن فلسطينيا يعني كنا نقول، يعني تأسست منظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية قبل العام 67، قبل احتلال الضفة وقطاع غزة والجولان وسيناء، كان الفكرة كانت أن تحرير كل فلسطين. وبالتالي عندما عجزت منظمة التحرير أو القوى الوطنية الفلسطينية عن الوصول لهذا الهدف، أصبح التراجع تدريجيا حتى وصل إلى القبول بدولة في حدود عام 1967 الذي استغلته دولة الاحتلال، وأصبحت تتحدث عن تبادل أراضي ثم كانتونات ثم حكم ذات إلى آخره، يعني قزمت كثيرا كل هذا الحال. وأنا أقول الآن ليس مجبر الشعب، يعني دولة الاحتلال ليست لديها حدود، ليس لديها دستور، يعني هي لا تحدد حدود دولتها. ولذلك لماذا على الفلسطينيين تحديد دولتهم؟ لماذا على الفلسطينيين الآن القول أن حدودنا 67 أو حسب قرار التقسيم أو غيره؟ لماذا لا يقول الفلسطينيون نحن في صراع مع الحركة الصهيونية بأكملها حتى يعني حتى زواله؟ وبالتالي في جملة أخيرة أيضا إن سمحت لي، فضل. حتى الوصول أن هذا الصراع مستمر
لأنه أصبحنا الآن يعني العرب واليهود في فلسطين التاريخية متساويين تقريبا، لكن العالم الآن يذهب مرة أخرى للخداع بأن المخرج هو حل الدولتين، وهو على أرض الواقع يعلم تماما أن لا ضغط دولي ولا أمريكي ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن على دولة الاحتلال لإيقاف كل إجراءاتها لإمكانية قيام دولة فلسطينية في حدود 67.